دعت وزارة الصحة إلى ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في ظل تسجيل زيادة مضطردة في أعداد الحالات القائمة مؤخرا. أشارت الوزارة إلى أن تزايد أعداد الحالات القائمة يؤدي إلى ارتفاع معدلات إدخال المرضى للمستشفيات وتسببها في الوفيات، خصوصا للفئات الذين يعانون من أمراض مزمنة أو ظروف صحية كاملة. هذا وقد أعلنت وزارة الصحة في آخر إحصائية يومية أن عدد من تلقى الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا بلغ 510,877 شخصا، بما بلغ عدد من تلقى الجرعة الثانية من التطعيم 255,440 شخصا. وجددت الوزارة دعوتها للجميع إلى المبادرة بأخذ التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، والتي أثبتت مدى مأمونيتها وفعاليتها.